وبنرحب بدكتور هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية. دكتور هدى مساء الخير على حضرتك. أنا مساء النور يا فندم. أنا مساء. حلو قوي إن احنا نعرف إن في حاجة اسمها مركز الزراعة التعاقدية، ومفهوم كده من الاسم إنه حضراتكم القائمين بالتنظيم احتياجات الدولة من المحاصيل، التعاقدات مع المزارعين من أجل زراعة محاصيل معينة. احنا كده فاهمين صح؟ هو تقريبا هو الكلام اللي حضرتك بتقوليه، على اساس ان انا بشوف ايه المطلوب بالفعل، وعلى اساس المطلوب ده انا ببتدي اشوف احدد العرض اللي انا اقدر اوصل له. فعشان كده احنا النهارده ابتدينا نخش على المحاصيل الاستراتيجيه العامه، ان احنا ابتدينا نشوف احنا محتاجين ايه في ضوء زي ما حضرتك يعني اتقال قبل كده، ويمكن الدكتور رضا اتكلم على كورونا، وبعد كورونا جت حادثه اوكرانيا مع روسيا، فده اثر كله على الامن الغذائي وعلى المحاصيل الاستراتيجيه بتاعتنا. فلازم نكون احنا عارفين ايه هو الطلب بتاعنا. وطبعا زي ما حضرتك عارفه ان كان الاتجاه لزراعه اي محاصيل مربحه، وزي برضو ما معروف ان كان محاصيل الفواكه فيها عجز كبير على اساس بعد زراعه تحديد زراعه الرز بالذات يعني. فكان بيزرع اي محاصيل ذات عائد وما تكونش ذو اهميه او ذو جدوى للدوله. بالظبط. فالنهارده الحمد لله لما ابتدينا نخش كزراعه تعاقديه بتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه باصدار قانون 14 لسنه 2015 بانشاء مركز الزراعات التعاقديه، احنا بنبتدي ندرس الطلب وعلى اساسه بنبتدي نوجه العرض. وبعدين ابتدينا كمان، كانت السنه اللي فاتت دوله رئيس الوزراء مع معالي وزير التموين ومعالي وزير الزراعه حددوا سعر للعباد دوار الشمس وفول الصويا، كان 8000 للصويا و8.5 لدوار الشمس. الحقيقه يعني ابتدت الوسطاء يخشوا ويزيدوا ويرفعوا، احنا كنا زعلانين على اساس المساحه بدات تزيد. السنه دي بقى قلنا ما ينفعش الكلام ده، احنا حددنا سعر ضمان، يعني السعر ما يقلش عنه، وده طبعا ما بنحددوش الا لما بنكون بطرق مختلفه اقتصاديا تحقق عائد اقتصادي للمزارع، في نفس الوقت بنكون واخدين راي الشركات اللي هتقوم بالشراء. وابتدينا نحدد سعر ضمان ما يقلش عن 8000 للصويا، 8.5 لدوار الشمس، 6000 للذره، وابتدينا ننزل للمزارع والحمد لله بدينا نحصل. بعد ما كان بيتاخد طن الصويا ب 4800 جنيه السنه دي وصل 15750، بياخدهم المزارع في ايده الطن طن، بيحصل فلوسه في خلال 3 ايام عمل. الحقيقه برضو دوار الشمس وصل ل 12500 عمرها ما حصلت، وطبعا المزارع مبسوط جدا لانه بيحصل فلوسه فورا. الذره الحمد لله واحنا شغالين دلوقتي بتوجيهات برضو من معالي وزير الزراعه، وان هو حدد سعر ضمان، وخد كمان خطابات ضمان من خدنا خطابات ضمان من المشترين على اساس ما يخلوش بالعقد، والحمد لله التوريد بدا يشتغل والمزارع ده اللي حضرتك بتقوليه ده يثلج قلوبنا. يعني ده اسمه تخطيط الدوله، سيطره طبعا. الدوله ده المسمى الحقيقي لفكره أهمية الدور التنظيمي للدولة. فأنا بشكرك شكرا جزيلا حضرتك بتشاركينا بالمعلومات دي، وزي ما حضراتكم سامعين بشكر دكتور هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية. احنا عايزين نعمل حلقة عن الموضوع ده، لأنه اللي احنا بنسمعه ده كلام مهم جدا. احنا دائما نعتقد، أو ممكن حد سامع يقول ايه ده، احنا فرحانين ليه انه سعر الطن غلي؟ احنا فرحانين جدا انه سعر الطن غلي للمزارع، للراجل اللي تعب وزرع وسهر واهتم واشتغل بإيده في الأرض، إنه بقى بيكسب أكتر أو يكسب أحسن. بالمناسبة كل مستلزمات الزراعة غليت، فسعر الطن غلي ده أمر طبيعي، لكن إحنا عايزينه يبقى طول الوقت بيزيد لصالح المزارع طول الوقت. خلينا نقول مثل، يعني لو راجل اللي بيخرج كيلو الطماطم من الأرض طبعا بخمسين قرش، هو كده كده هيوصلك انت بخمسة جنيه في كل الحالات، هيوصلك بخمسة جنيه. لكن كان بيحصل ايه؟ ان المزارع بيكسب فيه خمس قروش، والتاجر بيكسب جنيه، والتاجر اللي بعده بيكسب نص جنيه، واللي بعده بيكسب ربع جنيه، وهكذا. كان في سلاسل كتير جدا في النص هي المستفيد الاكبر من الزراعه. لكن الراجل المهم ده في السلسله، كلهم مهمين بالمناسبه، لكن الراجل المهم المزارع ده كان اقل واحد بيستفيد. الدولة بتحاول تعدل الكفة دي، لأن دي كفة تسببت في خسائر فادحة في ملف الزراعة. احنا في العيد الفلاح لا يسعنا إلا أننا نقول
يعني انتوا الخير والبركة حرفيا مش مجازيا. كل سنة وكل فلاح مصري بخير.